اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى، برحب بضيفي العزيز المواطن المصري عم سعد محمد. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بحضرتك. انت بياع فول؟ اكيد طبعا. عندك عربيه فول؟ عندي عربيه فول شهيره شهيره جدا في شارع شامبليون. يعني في وسط البلد، يعني في وسط البلد بقى لها 30 سنه. بقى لها 30 سنه وكل الناس في المنطقه بيجوا لك؟ اكيد طبعا، وجميع زوار وسط البلد. ايه اللي تأثرت بيه؟ انت مفترض يكون عندك اقبال دلوقتي، عندك تظاهرات وعندك مليونيات قريبة من المنطقة وعندك الحركة كتير، اتأثرت ايجابي ولا سلبي باللي حصل؟ هو طبعا سلبي. سلبي؟ سلبي. ليه؟ ارتفاع الاسعار دي. ايه اللي زاد؟ رقم واحد، كل ما هو الخام بتاعتنا زادت بطريقة رهيبة، يعني زادت بطريقة لا تتخيلها. يعني عدلي كده، قول لي البصل زاد، الفول زاد، الفحم زاد، يعني النهاردة البصل بخمسة جنيه. تمام. الفول النهارده أرداب الفول وصل 1200 جنيه. النهارده كيلو الطحينه من 11 جنيه و12 جنيه وصل ل 15 ل 20 جنيه. ده سعره النهارده بالتحديد 20 جنيه. 20 جنيه النهارده؟ النهارده. من 11 جنيه. من 11 جنيه. يعني زاد ده اكثر من 95%. بالظبط. عندك كيلو الزيت الحار من 12 جنيه 13 جنيه الى 18 جنيه. الشنط والاكياس زادت من 10 جنيه و11 جنيه ل 15 جنيه. انت غليت الاسعار؟ لا. انت مغلتش الاسعار؟ مغلتش اسعار. زي ما انت، انا عندي تقريبا الوجبه اليوميه ارتفاعها حسبه 120 جنيه فرق سعر. فرق سعر. فرق سعر. طب بتعوضهم ولا برضو؟ لا، مفيش تعويض. منين التعويض؟ طيب انا هرجع اكمل مع حضرتك تاني، بس معايا المهندس فرج عامل صاحب مجموعه عامر سعد مبرود فرجره، المجموعه الشهيره اللي كنت بكلم حضراتكم عنها، واللي قرر اغلاق مصانعه الكبيره اللي فيها اكتر 28 مصنع فيهم حوالي 10,000 عامر. مساء الخير يا باشمهندس. مساء الخير يا خيري بيه. ازاي حضرتك؟ الله يخليك يا خيري بيه. انت ليه خدت قرار باغلاق مصانعك النهارده؟ انا بعد اذنك ما خدتش قرار، انا اضطررت لذلك، لان طبعا يعني مصانعي دي عندي اهم من عينيا واهم من ايديا واهم من روحي، ان دي مصانع اتبنت طوبه طوبه بشقه عمره 40 سنه في مدينة برج العرب اللي كانت صحراء، والحمد لله ان انا شاركت في تنميتها وبقت على 650 الف متر مربع، 28 مصنع فيهم اكتر من 17 الف عام. نعم. والحمد لله مفخره لمصر ومفخره للعالم، وليها رساله بتاديها زي الناس الشرفاء الكتير اللي موجودين في مصر والصناع المحترمين اللي موجودين في مصر، فاحنا واحد منهم. لكن انا فوجئت بان في مجموعه صغيره جدا. مجموعه عددها قد ايه يا باشمهندس؟ لا، هو اللي بيقود العمليه ما يتجاوزوش 22 واحد معروفين بالاسم، يتزعمهم سائق عربيه بتجمع الزباله، بتجمع القمامه. للاسف. للاسف. طب ايه مطالبهم؟ ما انا بحكي لسيادتك. بص، اولا انا رفعت الاجور، انا بدفع 13 مليون جنيه اجور شهريه. انا رفعت الاجور بعد الثوره 90% او الشركه رفعت. والسنه اللي فاتت رفعنا اجور مرتباتهم اقل من 2500 جنيه من 15 ل 25%، ودفعنا ارباح السنه دي 4 شهور ونص، اول شركه تدفع ارباح، وكل حاجه في الدنيا عاملين مستشفى اكثر من 15 مليون جنيه بتتولى رعايه صحيه مجانيه لهم بالكامل، وكثير من اسرهم مش كل اسرهم، وبنعمل معاهم كل حاجه، كل حاجه تتخيلها. اللي حصل ان اي مطلب مشروع واي مطلب مع القانون انا ملتزم بيه. لكن احنا فوجئنا النهارده بمطلب غريب جدا، او امبارح في حضور ممثل وزاره القوى العامله، وهو انهم عايزين نصرف ارباح السنه المقبله الان، يعني عايزين ياخدوا ارباح السنه الجايه. يا سلام. السنه اللي احنا ما اشتغلناهاش. فزي ما سيادتك بتقول نفس الرد ده بالظبط. يا سلام. شوف يا خيري بيه، اي قرار اي شيء ينطبق عليه القانون نحن ملتزمين به. اي شيء منطقية وفي اسلوب احنا ملتزمين بيه. اي شيء خارج عن القانون او غير عملي او كذا او كذا لا نستطيع ان ننفذه، لان ده ابتزاز صريح للصناعة. طب ليه قبلت الابتزاز؟ يعني لما يبقى عندك مش هقبل الابتزاز 13,000 14,000 عامل، ليه ما يواجهوش ال 20 عامل وال 100 عامل يعني؟ ما جاي لسيادتك بقى في الكلام، ما هو عشان كده احنا قفلنا، لان دول لما دخلوا طلعوا الناس بره فقالوا للناس هنجيب لكم فلوس، فوقف معاهم مثلا 200 واحد 300 واحد، وجابوا كمان عليهم 50 واحد من بره. الناس اللي هم دول بقى لهم ما مرش عليهم سنه ونص، لان احنا بعد الثوره اقمنا 5 مصانع. فغالبيه الناس دي من الناس الجديده
اللي حصل ان الناس القدام عايزين يقفوا يتعرضوا لهم، الناس القدام مش مسلحين، دول مسلحين. طيب اعرض ارواح الناس الى الخطر؟ هل ادخل في صراع يتحول من مشكله عماليه الى مشكله جنائيه؟ هل انا استطيع او اي مسؤول يستطيع يتحمل ان واحد يتقتل؟ فاحنا لجأنا للشرطه. طبعا انا عايز اقول لستك على حاجه، الدوله كلها اهتمت من الرئيس لاي وزير اهتمام كبير جدا جدا جدا. طيب وصلوا لاداه التنفيذ، ما هي اداه التنفيذ؟ الشرطه. الشرطه وقفت عاجزه، طلبنا منها حراسه خاصه قالوا الكلام ده مش موجود، طلبنا ان هم يعملوا كوردون امني قالوا ان الكلام ده مش موجود، طلبنا ان هم يعملوا اي اجراء او اي شيء مع الناس الخارجين على القانون رفضوا تماما. فاحنا دلوقتي في حمايه الاهالي وفي حمايه العمال اللي هم القدام اللي متربيين في الشركه الموجودين في الشركه، لكن ما اقدرش اشغل المصانع لان الناس دي بتمنع اي حد يخش المصانع وماسكين سيوف واللي واخد برشام واللي عامل كذا واللي عامل كذا. فانا طبعا دلوقتي في اجراء ما اقدرش اتحمل مسؤوليه. حد كلمك من الحكومه يا باشمهندس؟ كل الناس كلمتني، كل الناس كلمتني، كل الناس كلمتني، اعدهم لسيادتك بالاسم، وكل الناس متعاطفه جدا. عدهم ليه يا باشمهندس؟ نعم عدهم ليه؟ يعني قول لي مين كلمك من الدوله؟ من يعني مؤسسه الرئاسه كلمتني. اولا الرئيس امبارح قال لي انا مش هسمح ابدا ان مصنع يتقفل فعادي لو اتطبقت السما على الارض والراجل حضني. بس قال لك كده امبارح وانت قفلته النهارده؟ لا انا قافله امبارح. قفلته امبارح قبل ما اروح؟ انا قافل امبارح قبل ما اروح. نعم خدت بسيادتك بس عشان سيادتك تكون في الصوره. لا ما قفلتوش النهارده. بس دي حاجه، دي واحد، ودي ده واحد. رئيس الاستاذ احمد الوكيل كلمني، صفوان بي ثابت كلمني، حسن بي مالك كلمني، عبد الرحمن بي سعودي كلمني. بس دول ثلاث ارباعهم مش حكومه، مالهمش دعوه اساسا. انت بتذكر اسماء مجموعه من الاخوان، وزير الاستثمار، وزير القوى العامله، وزير الداخليه، كل الناس دول. وبعدين عملوا ايه بقى في الاخر؟ لا ما هو في الاخر احنا بنصطدم بحته اسمها الشرطه. انت حضرتك مؤسسه الشرطه احنا فضلنا نضعفها 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 لما بقت مش قادره تعمل حاجه. كل شيء طلبته من الشرطه ما عملتش اي حاجه خالص على الاطلاق. الشرطه وقفت عاجزه امام تنفيذ او انها تعمل حمايه او تمنع مصادمات او تعمل اي حاجه. هيفضل قرار حضرتك هو اغلاق المصانع؟ ايه البديل يا خيري بيه؟ اعمل ايه؟ الاضرار بالغه، اضرار بالغه وكوارث. انا بغطي على الاقل 30% من احتياج السوق من السلع اللي انا بنتجها. انا بنتج 1063 سلعه. انا بعمل جميع الماركات العالميه اللي سيادتك بتشوفها في السوق بالاضافه لفرجاله. دي اكبر ماركات على مستوى العالم اللي سيادتك شايفها في السوق دي انتاج مصانعي. بتخسر يوميا كده بالاغلاق ده قد ايه يا باشمهندس؟ بعدين انا بصدر اكتر من حوالي 3000 كونتينر في الشهر. طبعا انا دلوقتي انا عاجز مش عارف اعمل حاجه. خسائرك في اليوم قد ايه يا باشمهندس؟ نعم يا فندم. خسائرك في اليوم قد ايه؟ كتير جدا. انا ببيع بمليارات في السنه طبعا عشان حضرتك تكون في الصوره، وعندي اسطول بيع 3000 عربيه، وعندي 5000 واحد منتشرين في مصر بيبيعوا، ومخازن وثلاجات. كارثه كارثه كبيره جدا. لكن انا لا استطيع ان اتحمل ان واحد يتقتل او يتضرب بسكينه او عينه تفصل. انا امام كارثه كارثه كارثه. لكن انا بحمل الشرطه هذا الموضوع، وبرضه بعض القيادات العماليه اللي طلعت من نقابات العمال اللي بتتحرك في الخفاء. عشان نعم. برضه اكون واضح في هذا الكلام. الناس دي هي اللي بتسعى لتدمير الصناعه. قيادات عماليه مش موجوده على الساحه حاليا. انا اسف ان بتعمل ده علشان ايه؟ معرفش بتعمل عشان ده ايه؟ بتعمل ده لاغراض ليها خاصه. مش عايزه البلد تستقر، مش عايز البلد تتقدم، مش عايز البلد تيجي قدام. وخلي بال سيادتك، مصر كل وقت بيحصل فيها استقرار الاقتصاد بيندفع. جميع الوكالات العالميه، الجرايد العالميه، المحطات العالميه، الدنيا كلها كلمتني. للاسف انا زعلان جدا طبعا، لان طبعا دي صدمه شخصيه ليا جامده قوي، وصدمه لصناعه الاكل، وصدمه للفرجله، ويعني كارثه شخصيه وكارثه لكل العاملين في الكلام ده. وفي اهتمام عالمي كبير قوي بهذا الموضوع عشان حضرتك، لان احنا من اشهر المنتجين على مستوى العالم. انا بصدر ل 200 دوله. نعم. ومصر بلد قويه. كل ما بيحصل استقرار الاقتصاد بيندفع الى الامام بشكل جامد قوي. يعني لو اتعمل لو منظومه البوليس او منظومه الشرطه اعيد صياغتها بشكل مناسب واصبح هناك في رابح للخارجين على القانون، مصر هتنطلق اقتصاديا فوق ما يتصور. لان مصر فيها رجال صناعه يا رب يا باشمهندس، هم غير معروفين، اقوياء جدا جدا جدا. بشكرك جدا مهندس فرج عامر صاحب مجموعه فرج الله
بعد أن أكد أنه أغلق مصانعه. وانت قاعد تسمع يا عم سعد، عشان انت اكيد بتقعد تتفرج على التلفزيون بتسمعنا بنجيب اخبار تنكت كده، اكيد بتحس بايه؟ انا دلوقتي بحس بعدم الامان، عدم الامان نهائي. بتشوف المشكله فين؟ المشكله دلوقتي بقت في الشارع المصري، مشكله جامده جدا. اي انسان النهارده في الشارع المصري بيحسها، مش انا لوحدي، ده مجتمع. اولها البلطجه. البلطجة النهاردة بقت في الشارع المصري متفشية بطريقة رهيبة. في بلطجية كتير كتير جدا. بتعرض لك انت بلطجية؟ بيتعرضوا لي فعلا. بتدفع لهم فلوس؟ لا، انا عندي شقة بتاعتي في حلوان، رحت عشان اجيب الاجار من اللي ساكن فيها، فتح عليا مطوة اللي ساكن فتح عليا مطوة سعادتك. عشان ايه يعني؟ ايه بلطجة؟ قال لك مش هدفع يعني؟ مش هدفع الايجار، ومتفق مع سمسار نصاب احتراف في النصب، انا ورقي سليم ومش هدفع بلطجه، مش هدفع ايجار. شايف المشكله فين؟ لو انا جايبك كده بقول المشكله تتحل منين؟ المشكله ان احنا فهمنا الحريه غلط. الشعب المصري اللي هي المناطق الشعبيه فهمت الحريه غلط. يعني هي المشكله في مصر دلوقتي في المناطق الشعبيه؟ المناطق الشعبيه، احنا كمنطقه راقيه ما فيش عندنا بلطجه. كمنطقة قصر النيل اللي احنا عايشين فيها، منطقة التحرير، البلطجية ديت داخلة علينا من المنطقة العشوائية أو من المنطقة الشعبية. نعم. واخد بال حضرتك؟ النهاردة تفشي البلطجة بقت في المنطقة الشعبية، كالزاوية الحمراء، كالشرابية، كمنشيات ناصر، كالدويقة، كمبابة، كالبساتين. النهاردة البلطجة والقتاوة شغالة. فين الشرطة؟ عشان الإنسان المصري النهاردة يحس بالأمان، زي ما قال الباشمهندس دلوقتي 22 واحد حرضوا 200 واحد، واخد بال حضرتك، ومعاهم سلاح. النهارده السلاح بيلعب دوره في المجتمع المصري مع المخدرات. في مخدرات كتير دلوقتي؟ على سعادتك النهارده التمويل بيتباع الحبايه ب 2 جنيه في الشارع. يعني اللي رايح مدرسه النهارده حضرتك، الشاب اللي انا بدي يعني لو انت عندك طفل رايح المدرسه بتدي له 5 جنيه بيعدي يجيب حبايه تمويل ب 2 جنيه. اللي هي ترامادول. الترامادول. اه. اللي هو بيسموه عجل بالبلدي. بيسموه عجل، كله بيضرب عجل. انا عندي من في اليوم من 200 زبون او 500 زبون تريقه وتنكيت على العجل وعلى السلاح وعلى المخدرات وعلى البلطجه. واخد بال حضرتك، دي اول حاجه في المجتمع المصري. احنا حاربنا ثوره وعملنا ثوره، صعد مننا شهداء وصعدت مننا مصابين، عشان اصحاب اللي جسمه حلو واللي فاهم الحريه غلط يبلطج على باقي المجتمع. انا هقول لك مجموعه اسماء وتقول لي كل واحد يعني اول حاجه بتيجي في دماغك عنه ايه. الرئاسه. الرئاسه تصريحات استفزازيه. تصريحات استفزازيه. ليه بتستفز الشعب؟ الرئيس محمد مرسي انسان في شخصيته كويس جدا، بس معلش يعني بعد احترامي ليه، ان هو يعني جه في وقت الوقت دوت عايز انسان قوي. انت مش شايفه قوي كرئيس؟ لا. الاخوان المسلمين. الاخوان المسلمين الاتجار بالدين. حزب النور. حزب النور ملحقش حته من التورته. البلدعي. البلدعي طمعا في الكرسي. حامدين صباحي. طمعا في الكرسي. دكتور سيد البدوي. طمعا في الكرسي. عمرو موسى. طمعا في الكرسي. احمد شفيق. ده أول الطمعانين. بشكرك جدا، نورتني. تعيش. بشكر عم سعد، جمل بسيطة لكن ممكن يبقى لها معنى. واحد من هذا الشعب عنده رؤية مختلفة غير اللي بنسمعها كل يوم. هنطلع فاصل، بعد الفاصل هستقبل ضيف العزيز الأستاذ نادر بكار مساعد رئيس حزب النور، نلتقي بعد الفاصل.